لاباس كديرين؟ لاباس ان شاء الله تكونوا بخير. الفيديو اليوم فيديو ديال اليوم ان شاء الله نحضروا مع بعض الشوربه التقليديه عند المغاربه جميعا، شوربه الحريره. نبداو على بركه الله. تحضير المقادير وطريقه التحضير. غنحتاج هنايا تقريبا كيلو ديال المطيشه مع حبه ديال البصل مطحونين من قبل. غنحتاجو هنايا الحمص مرطب ومفسخ قبل كيف ما كتشوفو البنات. هنا عندنا نص معلقة ديال الابزار، نص معلقة ديال الكركم أو الصفيرة، عندنا حبة ديال الكنور بدامة البقري، عندنا هنا راس المعلقة ديال السمن الحر، هنا عندنا جوج معلقات ديال العدس مغسول من قبل، هنا عندنا شوية ديال سكينجبير، عندنا كرافس معدنوس وقزبر مقطعين، عندنا هنا شوية ديال صفيرة خرقوم، هنا عندنا اللحم مقطع مربعات. نضيفو هنايا الحمص نزيدو هنايا العدس ديالنا، هنا معلقة ديال السمن راس المعلقة كيبقى اختياري، يعني ما كيبغيش يحط في الشوربة يقدر يستغنى عليه. الملح البنات كتبقى على حسب الذوق. نزيدو الكركم، الابزار، هنايا الكرافس، ونزيدو عليه تاني الربيع اللي عندنا قزبر ومعدنوس شوية ديال المعدنوس، هنا اللحم مقطع مربعات. البنات غنضيف الحبة ديال دامة الكنور ديال البقري، وغنضيف هنا شوية ديال الزعفران صغيرة، يعني خرقوم معروف عند الجميع. على بركة الله نحطو الشوربة ديالنا على النار تتقلى شوية، نزيدو عليها الماء طيب، الماء المغلي، يعني ممكن تستخدمو الماء لتر ونص حتى لتر وربع على حسب. هنا غنسدو عليها البنات الحريرة ديالنا تطيب مزيان، ودي نرجع معكم ان شاء الله باش ندوروها بالطحين كيف ما يعرف الجميع. نخلطوا الطحين مع الماء، كنشكلوا خليط ديال العجين باش ندوروا به الحريره. انا زدت معلقه صغيره ديال زيت المائده. هنا البنات عندي معلقه ونص كبيره ديال معجون صلصه الطماطم، نخلطه بشويه ديال ما دافي، ونزيد على الحريره ديالنا كيف ما كتشوفوا، ورافق من الحريرة مع البيض المسلوق. كيف ما كتشوفوا البنات، تابعوا معايا الفيديو للآخر. هنايا ما شاء الله عندنا الحماد ديالنا طابو مزيان مع الحمص، كنضيف شويه الشعيريه كيبقى اختياريه، الشعيريه الفول يا شويه ديال الرز. هنايا كندور الحريره ديالنا باش يتقال لنا الشوربه تكون في يعني
الشكل المطلوب المناسب كيف ما كتشوفوا البنات. غنبقى نحركها باش ما يتكونوش لي كويرات ديال الطحين داخل الشوربه شوربه الحريره. كيف ما شفتوا البنات انا حصلنا على حريره ما شاء الله، القوام ديالها لا تقيل لا خفيف. وهنا البنات الشكل النهائي ديال الحريره ديالنا ما شاء الله، كنرافقها بالبيض مسلوق مع شباكيه وشويه ديال التمر والشريحه، وما شاء الله ان شاء الله تعجبكم. جربوها تردوا عليا في التعليقات الى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم بصحه وعافيه، وكنرافقها كمان مع الخبز. وبصحتكم وراحتكم الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.